هتلاقيه عندنا على راديو تي في الأهرام في شهر رمضان، وأكلات مبتكرة ولذيذة وشهية مع مطبخ غفران. كل سنة وانتم طيبين مستمعي ومشاهدي راديو الأهرام والأهرام تي في. يا رب إن شاء الله طبعا تنعاد عليكم الأيام الجميلة دي دائما بالخير والبركة. احنا في أواخر شهر رمضان الكريم ونستعد للعيد، فكلنا دلوقتي في البيت طبعا بدأنا بشغل الحلويات، حلويات العيد. كل سنة طيبين يا رب، عيد مبارك إن شاء الله عليكم. فحبيت في الفيديو ده أني أعمل لكم وصفات العيد، فاللي هي طبعا الكحك والغريبة. طيب كحك العيد طبعا مشهور جدا في مصر وهو من اهم حلويات العيد. طيب ايه حكايه الكحك؟ وما ناخد كده فكره عنه، هل هو فعلا وصفه زي ما بيتقال وصفه قديمه، وصفه ترجع للعصور المصريه القديمه؟ بصراحه في حاجات تثبت كده. لقوا في المعابد زي معابد الاقصر نقوش على الجدران فيها طبعا شكل الطبق اللي متقدم فيه كحك العيد، وكمان عندنا في الهرم، هرم خوفو، لقوا كمان حاجات تدل على ان الاطباق دي كانت تتقدم فعلا، وكحك العيد كان فعلا يتقدم. طيب انا عايزه اقول لكم انه كحك العيد كان معروف فعلا في العصور القديمه في مصر، وكان يستعمل اثناء مثلا عده مناسبات، احيانا في مناسبات تتعلق بالاحتفالات، واحيانا حتى في زياره القبور، فكان ليه طابع ديني ويعني اهميه كبيره جدا عند المصريين القدماء. وحابه اقول لكم انه كان يطبع عليه رمز الاله رع زمان، على كان في زي حاجه بيتحط عليه دمغه كده زي النقش دلوقتي اللي بيتعمل على الكحك. كان زمان في زي طابع كده بيدمغ عليه رمز الاله رع على الكحك، فهو القطعه المدوره دي اللي هي كحك العيد. حابه اقول لكم انه طبعا حتى في العصر الفاطمي في مصر ازدهر جدا جدا صناعه الكحك، لدرجه انه كان يتعمل له ميزانيه خاصه ويبدا يعني صناعه او شغل الكحك من اول شهر رجب لغاية انتهاء شهر رمضان الكريم. طيب عموما الكحك في مصر ليه أسراره عشان يطلع ناعم ودايب، وكل ده هنشوفه طبعا بالفيديو. حبيت أقدم لكم الوصفة اللي هي القديمة على طرق زي ما بيقولوا جدتي اللي هو بالسمنة المقدوحة، فياربي طبعا تجربوه ويعجبكم، وهيطلع معاكم زي تشتروه من برة وأنعم وأحلى كمان. خلينا مع بعض في الفيديو. لا يحلو العيد من غير الكحك. فالكحك بصراحة أيا كان القصة اللي بتقول إيه أصله، ولا هو منحوت في المعابد، ولا هو جاء من أي بلد كان، ولكن خلينا نكون كلنا معترفين بحاجة مهمة جدا، إنه من غير كحك العيد هنحسه ناقص أكيد. حبيت أعمل لكم دلوقتي وصفة الكحك اللي هي بطريقة زي ما بيقول عليها بطريقة الأمهات أو الجدات، اللي هي بتتعمل بطريقة السمنة المقدوحة، الطريقة القديمة المعروفة اللي بتطلع لي الكحك دايب وناعم جدا جدا. أنا بحب بصراحة أحط فيه حشوة، لو عايزين تعملوه سادة مفيش أي مشاكل، أهم حاجة منلاقي الكحك كده ناعم ورطب جدا ورائع. أنا بحب كمان أعمله بالمنقاش أو بالقوالب اللي هي الطباعات، طبعا أنتوا ليكم مطلق حرية الاختيار. ده طبعا كحك بالعجمية رائع جدا، كمان بصراحة من الحشوات المميزة للكحك. وعندكم حشوة الفستق الحلبي أو الفستق الحلبي، والأول واحد قطعناه كان بحشوة العين جبل. طيب نشوف مع بعض المقادير. عندي الكحك هيكون عندي كيلو من الدقيق ونص كيلو من السمنة، عندي معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقتين كبار من السكر، كوباية مية دافية، نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من المحلب لو توفر تجيبيه من عند العطار، ممكن تطحنيه في البيت انتي وتاخدي منه معلقة صغيرة، بصراحة بيدي ريحة حلوة، وأصلا هو داخل في ريحة الكحك. ريحة الكحك ممكن تخليها معلقتين كبار أو معلقة حسب الرغبة، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. شايفين أهو المحلب، وأهو المحلب وهو صحيح. حابة أقولكم طبعا أنه كمان السمسم بنستعمل 3 معالق أو أكتر أو 5 معالق كبار من السمسم الني. حبيت أوريكم إزاي بطحن المحلب في البيت. المحلب بجيبه من عند العطار حب زي ما أنتوا شفتوه، وبطحنه عادي بمطحنة التوابل، وبعدين بنخله بالمصفى لغاية ما يطلع عندي باودر ناعم جدا. بصراحة المحلب ده مميز جدا وبيدي ريحة رائعة جدا في الكحك والمعمول، فبحب أضيفه.
لأنه ريحة الكحك عند العطار ممكن أحيانا ما يحطوش المحلب عشان يوفروا، حطيه أنتي بصراحة يعني بيدي طعم رائع. ودي ريحة الكحك عندي. فدلوقتي ضفت على الدقيق البيكنج باودر، وضفت السكر، وضفت المحلب، وضفت ريحة الكحك، وقلبتهم كلهم مع بعض، يعني المواد الجافة. طيب دلوقتي فاضل عندنا السمنة والخميرة والمية والسمسم. طبعا السمسم ضفت السمسم مش دلوقتي، انا بس رشيت رشة من السمسم على السمنة. لو لقيت السمسم عندي طلع لفوق السمنة يعني السمنة عندي اتقدحت. دلوقتي السمسم اهو ني، هحطه في نص الدقيق واقوم نازلة بالسمنة المقدوحة. السمنة المقدوحة يعني مجرد ما الاقي بخار بسيط من السمنة بقى يطلع، واول ما رشيت رشة سمسم طفت على الوش. طالما السمسم طفى على الوش يعني السمنة عندي بقت سخنة، وكده بنزل بسمنتي المقدوحة على السمسم الني، فكمان بياخد تحميصة، وعلى الدقيق، فالدقيق هيتحمص والسمسم الني هيتحمص، فلذلك مش بنستعمل السمسم اللي اصلا متحمص، بناخد السمسم الابيض الني. طبعا دلوقتي ما ينفعش نحط ايدينا خالص لانها درجة حرارة مرتفعة جدا، فبنقلب بمعلقة خشب لغاية ما تختلط السمنة بالكامل بالدقيق. طيب يا ترى هل هنعرف نحط ايدينا دلوقتي؟ لا، هنفضل نقلب في المعلقة 5 دقايق او 10 دقايق، واحنا كده بنفتح في الدقيق لغاية ما طبعا الحرارة تخف ويبرد، وبنفس الوقت اتأكد ان كل الدقيق اتغلف بالسمنة. لما الحرارة بقت معقولة هقدر اشيل بقى المعلقة وابدأ اعجن شوية بايدي او افرك شوية بايدي عشان اتأكد ان فعلا العجين كله بقى اخد سمنة زي بعضه، مفيش حتت لسه متكتلة مثلا بالدقيق وما شربتش السمنة. فدلوقتي زي ما انتوا شايفين مجرد فرك كده لغاية ما اتأكد ان كل الدقيق خلاص متشرب السمنة مظبوط. طيب حابة اقول لكم دلوقتي ان انا لازم نشتغل بالخميرة، فهنسيب شوية بقى الدقيق وناخد نص كوباية المية الدافية ندوب فيها شوية سكر، يعني مثلا المعلقتين كبار سكر، كان ممكن نسيب معلقة معانا ومعلقة في العجين. حابين نحط معلقة دلوقتي زيادة في الخميرة مش مشكلة، رشينا الخميرة على وش المية وسبناها 5 لـ10 دقايق تتفاعل، ولما تأكدنا انها عملت لي الرغاوي الجميلة دي فده دليل ان خميرتي شغالة. دلوقتي هقوم نازلة بالخميرة كلها فوق الدقيق، وحبدأ بقى نص كوباية المية الدافية اللي باقية عندي على جنب هبدأ اضيفها بالتدريج حسب حاجتي وحسب قوام العجين عندي وصل لانه قوام. دلوقتي بقلب كده تقليب خفيف، انا مش بعجن، احنا مش عايزين نعجن عشان يبقى معانا العجين او نتيجة الكحك ناعمة وبتدوب بالبق، يعني انا مش عايزة الكحك يبقى ناشف وقاسي، فلذلك مش بعجن، انا مجرد بقلب. غالبا هنحتاج كمية المية كلها في الغالب، فدلوقتي بنستمر كده بالتدريج لغاية ما نخلص كمية المية بتاعتي. طيب دلوقتي العجين عندي بقى تمام، قوامه حلو ومظبوط جدا، طري وناعم ولطيف. طيب هل هنشتغل فيه فورا؟ لا طبعا، عشان احنا اصلا حطينا خميرة، فلازم الدقيق يرتاح والخميرة تشتغل شوية، وكمان راحة الدقيق افضل عشان يتشرب السمن يبقى مظبوط. طيب ازاي نعرف ان احنا قوامنا مظبوط للعجينة؟ كده عملنا كورة، طالما الكورة مش متشققة وطالما لما ضغطتها بشكل قرص طلع معي قرص كمان جميل كده ومش مشقق، فده بيعني ان انا عجينتي السوائل اللي فيها تمام. دلوقتي اقدر اريحها واشتغل بيها بعد ساعة تقريبا. طبعا لو الجو حر جدا ممكن اقل من ساعة يكون كفاية، اول ما الاقيها اتنفخت شوية خلاص تمام، مش عايزة السمنة اللي فيها تطلع من حرارة الجو، فننتبه لدرجة الحرارة. طيب الحشوات عندي، عندي حشوة الفستق، انا بحط كوباية فستق مجروش خشن شوية، عليهم 5 معالق كبار من الشربات العادي اللي هو بيكون السكر ضعف المية، وعندي معلقة كبيرة من السمنة، ومعلقة كبيرة مية زهر اختياري، ومعلقة صغيرة سكر. خلاص كده هقلبهم كلهم مع بعض، السمنة بالسكر بالشربات بالفستق بمية الزهر، تمام بقى عندي حشوة متماسكة اعرف احشي واتهنى كده فيها وانا بحطها جوه الكحك. طيب دلوقتي عندي حشوة عين جمل كمان مشابهة للي فاتت، كوباية عين جمل مجروش، 4 معالق كبار من الشربات،
معلقة كبيرة سمنة ونص معلقة صغيرة قرفة ومعلقة صغيرة سكر. ومش عايزة أقول لكم طعم الحشوة تحفة، وأنا من أنصار حشوة العين جمل جدا، يعني أنا بحب العين جمل بصراحة مع الحلويات بشكل رهيب، ممكن حتى أكتر من الفستق مش عارفة ليه. طيب دلوقتي أهو العجين عندي بعد الساعة، هتلاحظوا كان منفوخ شوية، الاسترتش اتنفخ شوية، ده دليل إن الخميرة اتفعلت، بس ده مش عجينة معجنات، يعني الانتفاخ هيكون بسيط ولكن كده كفاية. برجع بقى بفتت العجين تاني عشان بعد ما ارتاح بينكمش على نفسه وبيتلم، فلذلك دلوقتي بنرجع بنفتت شوية العجين عشان بس أفرفده يعني يتفرد كده عن بعضه، وابدأ اختبر العجينة بتاعتي اشوف ايه الاخبار. برجع بكور كده قطعة واشوف هل العجين ناعم ولطيف ومش متشقق، وبضغط كده وبشوف بحولها القرص عشان اشوف هل هعرف افرد بسهولة احط الحشوة واقفل، ولا العجين ناشف ومغلبني. لو كان ناشف ممكن كده بايديكي بطراطيف صوابعك بخت مية بسيطة، ولكن ان شاء الله مش هيحتاج خالص. عملتهم كور بحجم بعض علشان في النهاية يطلع عندي الكحك كله بحجم واحد. طبعا دي العجمية، والعجمية كمان بصراحة وصفة منفصلة، يعني انا بنصحكم كمان تشوفوا طريقتها، كمان انا عاملاها عندي في قناتي، فممكن اللي حابب يبقى يشوف كمان العجمية في قناتي كمان على اليوتيوب. وبحط فيها كمان قطعة عين جمل وبحشيها جوه الكحك عندي. طبعا دلوقتي اهو كورة من كور العجين فردتها بايدي، حطيت كمية كده حلوة ووفيرة من العين جمل وبقفل كويس. دي حابة اعملها على شكل كده مطاول شوية، على شكل ورقة الشجر، فبالمنقاش ببدأ بعمل شكل الورقة زي ما انتوا شايفين. الموضوع سهل جدا، واهم حاجة طبعا عجينتك لو هي تمام مش هتغلبك ولا بالتشكيل ولا بالحشي ولا بالنقش بالمنقاش، وحتى النقش ده هيفضل موجود وثابت اثناء الخبز. دي هعملها على شكل ورده، هميز ما بين اللي محشيين بالفستق مع اللي محشيين بالعين جمل، فهعملها بشكل ورده كده كمان بالمنقاش، شكل لطيف وكمان مميز. وبرجع بقول عايزين يعملوها من غير نقش خالص، اللي عايزين يعملوها مثلا بالطباعه كاريهات كده في طباعات، كمان كله حسب رغبتكم، بس بصراحة الأشكال دي أنا بتعجبني. حشوة العجمية زي ما قلت بحط قطعة العين جمل، وبحطها كده بشكل قرص صغنن، يعني كورة بس ببططها حيث يكون قرص صغير، وبقفل عليها العجينة بتاعتي، أقفل مظبوط عشان ما تفتحش أثناء الخبز في الفرن. وده عندي البصامة بتاعتي أو القالب اللي أنا استعملته علشان أديها شكل يميزها وأعرفها عن باقي الحشوات. طيب أنا عايزة أقول لكم بقى على الخبز، هخبزها بدرجة حرارة 180 الصينية دي، بس أكون مشغلة من تحت، ممكن تشغلي من تحت وفوق لو انت عايزة، بس ناخد بالنا انها بس ما تتلسعش بزيادة من فوق. انا بشغل حقيقة من تحت، بدخله 7 دقايق 8 دقايق ماكسيموم، مجرد ما حس انها اخدة لون بسيط من الاسفل مش بطوع عليها خالص، بقوم رفعها من الرف السفلي يعني او الوسط للرف العلوي، ومشغلة من الاعلى يدوبك اقل من دقيقة تاخد لون. اول ما يطلعوا من الفرن حتى لو هم دافيين سنه مش مشكله، ببدا بخزنهم بالعلبه، تخزينهم بالعلبه هيخليهم يبقوا طرايا، يعني ما يبقوش ناشفين، يعني بخليهم يبردوا شويه، لو فيهم سن الدفى بسيط مش مشكله ممكن تخزنيهم، ولكن ما تسيبهمش مكشوفين طول اليوم او مثلا طول الليل، لا ده غلط. اخبزيهم، طلعيهم من الفرن، سيبيهم يبردوا شوية، لو دافين حاجة بسيطة مش مشكلة ممكن يتحطوا في العلبة، بس أهم حاجة ما يكونوش سخنين عشان بس ما يطلعوش بخار مية وبالتالي العلبة تتبل والكحك يتبل. فبرجع بأكد لما بنحفظهم بالعلبة بيخليهم الموضوع ده يبقوا ناعمين جدا وبيدوبوا دوبان زي ما انتوا شايفين. حشوة العجمية طالما بتمط كده وطرية فده يعني ان احنا عاملين كمان حشوة عجمية رائعة جدا ومظبوطة تماما.
ده هو الكحك الأصلي، الكحك القديم بتاع أمهاتنا. فيا رب طبعا تكون الطريقة وضحت والتفاصيل كلها تكون بقت إيه، يعني ما فيش أي مشاكل فيها. جربوه وما تنسوش اللايكات والكومنتات، وأشوفكم إن شاء الله بفيديوهات جديدة، وكل سنة طيبين، وباي باي. طالما عملنا الكحك لازم نعمل الغريبه، الغريبه الناعمه الدايبه اللي اول ما تحطيها في بقك تلاقيها فورا بتتفتت وبتدوب. حابه اقول لكم ان الغريبه مشهوره جدا، مش بس في مصر، مشهوره في بلاد الشام ومشهوره في بلاد المغرب العربي، وليها شعبيه كبيره جدا. ممكن تكون بس طرق تحضيرها او مكوناتها بتختلف من بلد للتاني، يعني ممكن تكون في مصر بتتعمل من دقيق بس، ممكن في سوريا تلاقوا في مثلا بعض المدن بتتعمل من الدقيق والسميد، عندنا في المغرب العربي ممكن يكونوا بيستعملوا معها دقيق اللوز او بيحطوا فيها شرائح اللوز. بالعموم يعني الغريبة هي وصفة حلو شهية جدا جدا، الاسم معروف ممكن بس القوام الطعم يختلف من دولة للتانية. وعلى فكرة الغريبة من كتر شهرتها ومن كتر ما هي حلوة ولذيذة شهرتها تعدت الوطن العربي وانتشرت لغاية ما وصلت لأسبانيا وإيران وبعض الدول التانية كمان. فلذلك لازم طبعا الغريبة تكون موجودة من ضمن حلويات العيد، ده شيء أساسي، ولازم تطلع معنا ناعمة وحلوة. وكل الأسرار عشان تطلع معكم مظبوطة هتشوفوه في فيديو اللي هتتابعوه دلوقتي، ويا رب طبعا تعملوا أحلى غريبة وأحلى كحك في العيد ده. وما تنسوش أنكم دوقوني وتقولوا رأيكم كمان إيه أخبار الإنجازات اللي عملتوها، وأشوفكم على خير إن شاء الله دائما، وأقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ويلا مع بعض نشوف الفيديو. اعتقد بعد الكلام اللي حكيناه عن الغريبة كلنا بقينا ايه نفسنا نحطها كده في بقنا ونشوف الطعم اللي بيتقال عليه الطعم الدايب والرائع للغريبة. وشكلها زي ما انتوا شايفينه يدل انها دايبة قد ايه، لما بيكون السطح الخارجي ليها ناعم كده ومفرول ده بيعني قد ايه هي غريبة ناعمة. لما بنلاقيها واحنا ماسكينها بايدينا عمال بتسيب اثر في صوابعنا، بصوا ازاي بتحسوا القوام من بره كأنه طري، كأنه رطب، هو ده المنظر الصحيح. شايفين ازاي وانا بس ممسكها ما لحقتش فورا بدأت تتفتت، فهي دي الغريبة الناعمة جدا. انا مش بحب الغريبة اللي بتكون متماسكة زي البسكويت، بحب الغريبة اللي لما تحطيها في بقك تلاقيها بتدوب دوبان. بصراحة رائعة ولذيذة، وشايفين لونها لازم يكون لونها مش متغير خالص، يعني من تحت ممنوع تكون اخدت لون نهائيا. شايفين ازاي بتتفتت؟ يلا طبعا نشوف مع بعض المقادير. بس قبل ما اشوف المقادير معاكم حابة اقول لكم انه تقدروا كمان تعملوها بالكاكاو، فكمان اللي بالكاكاو او بالشوكولاتة دي كمان من الحاجات اللي بقت تتعمل تغيير في الغريبة، في ناس بتحبها. كل اللي هنعمله هنستبدل كمية من الدقيق بالكاكاو، وطبعا هقول لكم بالتفصيل اثناء شرح المقادير قد ايه هنستبدل وايه الملاحظات في موضوع الغريبة عشان تطلع معنا ناعمة وجميلة بالشكل ده. طبعا الشكل الاخير الحلزوني ده عبارة عن تداخل الغريبة البيضة مع الغريبة الشوكولا. طيب عندنا 3 كوبايات دقيق لتلاتة ونص، بس انا افضل تكون 3 دقيق يعني 400 جرام، وعندي السمنة 360 جرام، بالكوبايات تقريبا كوب وتلتين الكوب، وعندي السكر باودر 3/4 كوب يعني كوب الا ربع 150 جرام. عموما كده كده المقادير هتظهر لكم مكتوبة على الشاشة. لو هنستعمل كاكاو فهنشيل من الدقيق 3 معالق كبار مليانين ونعوضهم ب 40 جرام كاكاو، يعني 3 معالق كبار من الكاكاو بس مش مهرمين قوي. طيب دلوقتي حطينا الزبدة، الزبدة بتاعتي كانت ساقعة يعني مش سايحة، هي انتوا شايفينها طرية بس هي كانت ساقعة، يعني مدخلاها التلاجة شوية بحيث كانت فيها سقوعية. ممنوع تكون الزبدة عفوا قصدي السمنة ممنوع انها تكون سخنة او متعرضة للحرارة، لازم تكون باردة، كل ما كان باردة كل ما كان افضل. نزلنا عليها السكر البودرة بعد ما ضربناها الاول وحدها شوية، نزلنا سكر البودرة وهنضرب 5 دقايق او اكتر شوية لغاية ما بقى لون السمنة فاتح والحجم الضعف.
طيب دلوقتي الدقيق زي ما انتوا شايفينه ياريت يكون منخول، يعني الدقيق ده لازم يكون اتنخل قبل كده. دلوقتي نص الكمية هقسمها، نص هعمله بالكاكاو ونص هعمله باللون الابيض، ولذلك هقسم يعني هقسم السمنه، مزيج السمنه والسكر بودره، وهقسم مزيج مش مزيج، هقسم الدقيق. فعلشان انا عايزه اعمل بصراحه نص الكميه بالكاكاو ونص بالدقيق، فانا قسمت الدقيق نصين وقسمت مزيج السمنه نصين. دلوقتي بعيد النخل تاني وانا بنزل الدقيق على السمنه عندي، فحبدا اقلب. ونصيحة في المرحلة دي احنا مش هنبالغ، احنا مجرد هنلم الدقيق بمزيج السمنة، يعني انا ما بقعدش بصراحة بعجن فيها، انا بقلبهم مع بعض لغاية ما يمتزجوا تماما بالمعلقة. بايدك هيكون الموضوع صعب لانها بتكون طرية وكريمي جدا، فلذلك حاولي بالمعلقة. حد حابب يقلبها شوية بالعجان ماشي، بس مفيش داعي للمبالغة، اول ما تلمت حلو خلاص. انا دلوقتي شغالة معاكم عادي بايديا وحلاقيها بتلزق شوية، بس كونها بتلزق افضل ما تكون ناشفة. وكده كده احنا الدقيق مش حاطين كتير، احنا حاطين الكمية الاقل، فلو احتاجنا شوية دقيق فمش هنلاقي الموضوع صعب، هنلاقي اضافة الدقيق سهلة جدا. فخلينا بدقيق اقل احسن ما يكون دقيق كتير وينشفها. طبعا طبيعي التلزيق بالايدين ده طبيعي جدا، ما حدش يقلق. دلوقتي انا بس كل اللي هعمله اني ايدي طبعا هغسلها وارجع امسك العجينة تاني، لو لقيتها تمام ومش بتلزق غير تلزيق كده بتلطيف صوابعي فهي تمام، يعني هي لازم تكون بتلزق كده بتلطيف صوابعك، بس يوم ما تكوريها تلاقيكي قادرة تكوريها، اما التلزيق الخفيف ده هو طبيعي ومطلوب. طيب دلوقتي انا عايزة اقول لكم ان موضوع اضافة الكاكاو، النص التاني اللي انا عايزة اضيف فيه الكاكاو طبعا كمان الدقيق بنكون حذرين فيه، فدايما مش بنضيف كل الدقيق، فبنخلي حبة وبنشيل 3 معالق كبار وبنحط 3 معالق كاكاو. طيب انا دلوقتي عملت ايه؟ القطعة دي دخلتها الفرن اختبرتها، لو كانت اتسطحت معايا خالص، الناس بيخبزوا غريبة بيلاقوها بقت منبسطة خالص في الصينية، لو تسطحت خالص يعني الدقيق قليل جدا، فهحتاج اني ارش شوية دقيق واقلبه تاني معاها. لو طلعت معايا حلوة كده ولونها مظبوط فاتح وفيها ارتفاع، وبصوا دلوقتي اهو بشيلها من الصينية، فده بيعني ان انا مقاديري مظبوطة او ان كمية الدقيق بتاعتي مظبوطة وبلاش ازود. شايفين النعومة؟ بختبر كده اني اشوف نعومتها من الاطراف، لازم تكون مدياني احساس كأنها ملزقة. طبعا هي لسه دلوقتي سخنة، بس شايفين اللون؟ لونها فاتح وما غيرتش لونها. طب يا ترى انا دخلتها على فرن حرارة كام؟ الفرن كان محمي مسبقا بدرجة حرارة 150، دخلتها 6 دقايق او 7 ماكسيموم. طيب دلوقتي بعيد عملية التشكيل قدامكم، بشكلهم كده بحجم كرات صغيرين حجم حبة العين جمل، وما ببططش الكور، يعني بخلي الكرات مرتفعة للأعلى، محدش يضغط على الكور ويخليها مسطحة، لأنها كده كده في الفرن هي بتتسطح شوية، فأنا مش عايزة أضغط عليها. طبعا بنخلي عجينتنا متغطية طول ما احنا بنشكل عشان كمان ما تنشفش. لو الدنيا حر ممكن ندخلها التلاجة 10 دقايق لو لقينا السمنة اللي فيها هتسيح مني. طيب هنا دلوقتي بتاعة عجينة الكاكاو، شلت مقدار من الدقيق تقريبا، دلوقتي انا شايلة بزيادة، شايلة 70 جرام، وهحط مكان ال 70 جرام دول شايلة 40 جرام من الكاكاو. طيب ليه انا شايلة دقيق بزيادة؟ يعني مش شايلة نفس كمية الكاكاو، علشان ده تحسبا ان الغريبة ما تنشفش مني، لان الكاكاو احيانا بينشف العجين، فبكون شايلة حبة دقيق زيادة ومخليها على طرف، اول ما الاقي نفسي محتاجة هاخد عادي جدا من الدقيق، بس ده افضل من اني اضيف كمية مبالغ بيها من الدقيق وتنشف لي الغريبة بتاعتي وتطلع مشققة. طيب دلوقتي اهو خلطت، ودلوقتي بقى عندي غريبة بالشوكولا، هبدأ بايدي الم العجين، وطبعا زي ما عملنا اول مرة هخلط كويس جدا لغاية ما الاقي
المزيج يعني اندمج مع بعضه تماما، وبعدين احاول اختبر بصراحة قطعة. بس انا شايفة انها يعني مدية طبعا تلزيق كتير بايدي، بس مع ذلك احنا ايه بناخد الموضوع للاخر، يعني ممكن نغسل ايدينا ونرجع تاني نمسك. شايفين غسلت ايديا، وحرجع دلوقتي قبل ما تهور واضيف اي دقيق ارجع امسك قطعة غريبة واجرب هل بتتكور. طب هي تمام تكورت، تمام تكورت ومش بتلزق غير لزق خفيف بصباعي، فاذا بلاش اغامر بالدقيق. ممكن دلوقتي اقوم عاملة ايه عملية التجربة اللي قلنا عليها، اني اخد قطعة بس واحدة هي اللي اخبزها، دي بتكون التجربة. لو ما تسطحتش في الفرن وفرشت، ولو بقيت فيها ارتفاع لطيف وشكلها مظبوط، شايفين فيها ارتفاع واتنفخت، فكده تمام. فانا مش محتاجة اضيف دقيق، والسبعين جرام اللي شلتهم هيفضلوا متشالين. شايفين قد ايه جميلة كده وناعمة ولونها مش متغير. ننتبه لان دي بالكاكاو ممكن تتحرق منك وما تحسيش، لان الكاكاو لونه غامق، فانت ممكن ما تاخديش بالك انها من الاسفل اتحرقت، لازم تبقى بلون فاتح. طيب دلوقتي حبات الغريبة عندي في الصينية، ودي لما لقيت الدنيا حر دخلتها بس عشان الدنيا حر، بس لو الدنيا عندك ساقعة مش هتحتاجي تدخليها خالص. انا عشان بس لقيت الدنيا حر وبدأت السمنة اللي فيها هتسيح، رحت مدخلاها يعني 20 دقيقة كده في التلاجة لغاية بس ما ترجع تشد وتمسك نفسها، مش اكتر. احنا بنقدر نشتغل بالغريبة فورا بعد تشكيل العجين من غير راحة. طب انا حابة اعمل الشكل الحلزوني، بعمل كور صغيرة اكتر اصغر من الطبيعي، يعني انا هقسم حبة الغريبة لقسمين، فلازم يكون كورة الكاكاو وكورة اللون الابيض نص الحجم الطبيعي للغريبة. لزقتهم ببعض، ودلوقتي كف ايدي وهو حركة دائرية لغاية ما تديني الشكل الحلزوني اللي من فوق. بس انا بمجرد تحريك ايدي حركة دورانية اللي حصل ايه؟ الشكل الحلزوني بدأ يظهر ويتشكل، شكلها لطيف وطعمها حلو، وتغيير كده اخدت ايه من الطعمين. طيب دلوقتي طبعا انتوا شايفين انا بحط بس حبة مكسرات فستق حلبي. الفستق الحلبي ده بحطه من غير ما اضغط جامد، بس بضغط في النص وحافظ على الارتفاع. طبعا سايبة مسافات ما بين الغريبة عشان هي بتتنفخ في الفرن، فانا مش عايزاهم يلزقوا ببعض. زي ما قلت دخلتهم بدرجة حرارة 150 بالضبط 6 دقايق 7 دقايق، وبقوا بالشكل اللي انتوا شايفينه هايلين رائعين. اختياري انك اول ما تطلعي من الفرن تغطي الصينية عشان تحبسي الحرارة والبخار، وده اختياري مش ضروري لو انتي مش عايزة. هي شوية طبعا الصينية مش مدهونة بأي حاجة، ليه؟ عشان اوريدي الغريبة مليانة سمنة، فمش محتاجين ندهن الصينية بأي حاجة. طبعا دلوقتي لما بردت هقوم بقى بدي ايه بعملية اني اشيل قطعة قطعة. شايفين اللون الفاتح الجميل، هشيلهم قطعة قطعة وابدأ احطهم وهم ساقعين في علبة محكمة الاغلاق، وكده اقدر احتفظ بيهم واقدمهم في اي وقت انا عايزة. غريبة ناعمة جدا بتدوب ذوبان، وبصراحة كلنا لما بناكل غريبة بندور على الطعم ده، كلنا عايزين الغريبة الناعمة اللي هي مش ناشفة مش مشققة. دي كل الملاحظات عشان ما اعيش بالاغلاط اللي بتحصل، اللي بيقول انا عملت غريبة وفرشت مني في الفرن وباظت في الصينية، اللي تقول عملتها طلعت ناشفة وتشققت، انت كده مزودة دقيق جدا. فهي دي كل الملاحظات المطلوبة علشان ان شاء الله تعملي احلى غريبة بلون فاتح وناعمة جدا وبتدوب ذوبان في البق. وكل سنة وانتم طيبين، والغريبة من وصفات العيد وبصراحة من الوصفات الحلوة حتى في كل وقت. فيا رب تكون وصفة عجبتكم وتجربوها وتقولي رأيكم في الكومنتات، وكمان اللايكات بتسعدني، واشوفكم على خير وباي باي.